واحدة فاصلة، كي كتشوف المباراة ديال اليوم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، فطبيعة الحال المباراة تاع اليوم غتكون مباراة قوية، كون تكون مباراة نقدر نقولوا سيف ذو حدين، بحكم انه فريق ارتي كابيجون رغم المشاكل اللي كيعانى في عدم استقرار في البلاد، كيبقى دائما على الورق فريق كبير ومدرسة كبيرة ومنتشات وعطات لعابة كبار، وكلهم كيلعبوا في البطولة الانجليزية والبطولة الفرنسية. فبحال بالنسبه لينا حنا كنعرفوا الظروف ديالهم بان البطوله باقا ما فيهاش، ولكن هذا ماشي في حد ذاته عامل ايجابي، ولكن هذا يقدر يكون هو محفز لهذا الفريق ديال اسيك ابيجون. علاش؟ لانه ما عندهم يخسر، غيجي المعنويات مرتفعه، كيف كان حتى نخسر 7-0 لانه عندي المشاكل وراي. بالعكس فريق الرجاء البيضاوي اليوم غيكون الضغط علينا، وكان خصنا نحسموا في هذه المباراه اليوم باش ما كان بنتيجه ايجابيه اللي تخونا باش ندوزوا الدور المقبل. كنظن انه العامل البدني غيكون مهم في هذه المباراه، ذات من جانب فريق الرجاء البيضاوي. علاش؟ لانه كنعرفوا بانه فريق ابيجون عنده مونك دو كومبيتيسيون، نقص التنافسيه، وبالتالي العامل البدني غيكون عامل ايجابي في فريق الرجاء البيضاوي، زائد انه معنويات مرتفعه بحكم انه يعني كنقربوا نسمعوا على البطوله ديال هذا العام. فزنا 3 مباريات تقريبا متتاليه، فكنظن الباركور ديالنا في كاس افريقيا داز مزيان. نتمنى انه اللاعبين يكونوا واعيين، المسؤوليه تكون على العاتق ديالهم رغم الغياب ديال امير الرباطي وبن المعلم، ولكن هناك لاعب اخرين ان شاء الله غيكونوا في المستوى. طبعا حال فالجمهور غيكون رقم واحد في الملعب، لانه كنعرفوا الجمهور كبير ديال فريق الرجاء البيضاوي غيدا عن الفريق ديالو. نتمنى انه اللعاب يكونوا واعيين كما قلت، ويقدموا لنا واحد العرض يليق بسمعه فريق الرجاء البيضاوي وسمعه الكره المغربيه بصفة عامة ان شاء الله. اخي صلاح، كان عندك تجربه قديمه في المنافسه الافريقيه ومنافسه الدوريات العالميه، بالنسبه لهذه المقابلات واش الاداء يمكننا يعني نخليوها جانبا ونمشيو للنتيجه، يعني اللاعب نفسانيا سيتهيأ النتيجة أكثر من الأداء. بطبيعة الحال لا، هو كنا كل ما رفعنا كرجاويين أنه لا الأداء والنتيجة، لكن في هذه السنوات الأخيرة نحن مطالبين من طرف الجمهور ديالنا الكبير أنه نحقوا ألقاب، وكتعرف كتبغي تحقق واحد الألقاب تستعمل جميع الانواع اللي يقدروا يخوروك باش تفوز به، يعني ربما بعض المرات ما تكونش الاداء ديالك في المستوى، ولكن كتكون تاكتيك واقف مزيان، ولكن ما كتقدمش بحال العرض، وكتستغل بالتالي ديك الفرص اللي كيتيحوا لك وكتكون مباراه. ولكن في هذه المباراه لانه كنقول لك هنا مباراه واحده، فكنظن غيكون العامل بدني والعامل ديال التاكتيكي، الفريق فاش غادي يكون واقف وحاول يستغل انه مثلا فريق الرجاء البيضاوي انا اليوم غنشوفوا بانه غادي يلعب واحد الخطه هجوميه ويحاول يضغط على الخصم ديالو، لانه عنده موك دو كومبيتيسيون، دونك زائد التشجيع ديال الجمهور، فكنظن الدراري غيتحفزوا اكثر ما في القياس، وبالتالي غادي يسهل على اللاعبين وغيحفزهم باش يوصلوا للشباك ديال الخصم. كنظن في هذه المباريات كتلعب النتيجه دور مهم، لانه كتعرف قد ما انت بقيتي في الباركور ديال كاس افريقيا قد ما المعنويات ديالك كترتفع، وقد ما كيبقى لك وقت باش تسجل العاب في مستوى.